مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم في حافظ التاريخ وحلقه جديده اليوم ناخذكم فيها بجوله في بلده الزبابده في محافظه جنين. رح نتعرف اكثر على الاماكن التاريخيه والسياحيه الموجوده فيها بالاضافه الى طبيعه اهلها. خليكم معنا في حلقه اليوم. أستاذة ديانا مسلم رئيس بلدية الزبابدة أهلا وسهلا فيكي. يعني في البداية إذن نعرف نتعرف أكثر على هاي البلد، يعني نبذة بسيطة عن هاي البلد بلدة الزبابدة. أهلا وسهلا فيكم. إحنا أنتوا اليوم في الزبابدة، بلد الزبابدة، بلدية الزبابدة، أو إحنا بنعتبرها بلدية موجودة في شمال الضفة الغربية إلى الشمال أو إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين على بعد تقريبا 15 كيلو متر. عدد سكانها 4500 نسمة. في عنا تقريبا هدول يعني 4500 نسمة احنا بنعتبرهم من السكان الدائمين، وفي عنا تقريبا 1500 طالب من طلاب الجامعة العربية الأمريكية بسكنوا في الزبابدة. طبعا الزبابدة معروف عنها هي بلد التعايش، لأنه احنا في عنا منعيش مع بعض مسيحيين ومسلمين لجانب بعضنا البعض. في عنا 4 كنائس بالبلد، في عنا مسجدين، في عنا مدرستين حكوميات ومدرسة خاصة. أستاذة ديانا، بالنسبة لتأسيس البلدية، المجال اللي مرت عليها وأيضا مراحل الصبر اللي كانت فيها قبل وصولها لمرحلتها الحالية. نعم، تأسست أول هيئة محلية في الزبابدة منذ 50ات القرن الماضي، وفي العام 1995 تشكل أول مجلس محلي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي العام 1997 تحول إلى مجلس بلدي واستمر في العمل حتى اللي هو نهاية أو حتى شهر أيار 2005. وبعد هيك حصلت أول انتخابات بلدية، وتم انتخاب أول مجلس بلدي فيها في يقدم خدماته للمواطنين في يعني في العام 2017 تم انتخاب المجلس الحالي وزيارة عدد الأعضاء إلى 11 عضو. طبعا إحنا كبلدية عندنا توأمة مع مدينة إكسل البلجيكية. بالنسبة لتاريخ بلدة الزبابدة، يعني هي بتحمل تاريخ كبير والبلدة القديمة فيها أيضا جزء من هذا التاريخ. بالنسبة لعمل البلدية في البلدة القديمة، كيف بتحاول تعمل نشاطات خلينا نحكي تحيي هاي البلدة القديمة وأهميتها بالنسبة لكم في بلدة الزبابدة؟ نعم، إحنا بلدة الزبابدة يعني يقال إنه يعني إنه كان موجود بلد قديمة، يعني تحت المكان اللي إحنا هون قاعدين فيه يقال إنه في كانت بلد موجودة ومدمرة، والزبابدة انوجدت على هاي القرية المدمرة. احنا بالنسبة للبلدة القديمة بنهتم فيها حاليا، في عنا تقريبا شوارع البلدة القديمة كلياتها يعني بنعمل على ترميمها، وكمان اشتغلنا على موضوع اللي هو تأسيس صرف صحي داخل البلدة القديمة، ومنهتم كتير انه نشتغل على البيوت القديمة اللي موجودة في البلدة القديمة، نعمل على ترميمها ونبحث عن مؤسسات بترعى وبتدعم المشاريع أو المباني القديمة لإحيائها ولإبقائها لفترة طويلة. طبعا أنت تحدثت أيضا في السابق عن موضوع الإخاء بين أهالي البلدة سواء مسلمين أو مسيحيين وطريقة تعايشهم مع بعض. بالنسبة لقطاع السياحة، وفي أماكن أثرية كثيرة موجودة في بلدة الزبابدة، السياحة كيف بتعملوا على تنشيطها سواء كانت داخليا لأهل البلد نفسها أو إذا كان في ناس تانين بحبوا يجي يزوروا هاي البلد من خارج هاي البلدة، كيف تعمل على تنشيط هذا القطاع بالذات في الزبابدة؟ نعم، أول إشي بدي أبلش بأول إشي حكيتي عنه اللي هو التعايش. إحنا معروف عن الزبابدة إنها بلد التعايش والتآخي، إحنا نعيش لجانب بعضنا البعض كمسلمين وكمسيحيين. وعندنا في الزبابدة في مناطق نقدر نعتبرها إحنا مناطق سياحية، اللي هي الكنيسة موجودة في ساحة الدير اللي إحنا موجودين فيه، الدير الرهبات،
كنيسة بترجع للعصر البيزنطي اللي هي أرضية بيزنطينية، وفي عنا كمان مغارة الدير اللي احنا موجودين كمان فيه، وفي عنا منطقة في البلد القديمة اسمها البوبرية اللي هي بترجع للقديمة جدا. احنا حاليا كبلدية في عنا نشتغل على موضوع السياحة، وفي عنا مشروع مقدم من مؤسسة الكاريتاس القدس ثلاث مناطق على مستوى المحافظة اللي هي بلدية الزبابدة وبرقين ومرج ابن عامر. نشتغل على موقع على الانترنت لتنشيط السياحة في الوقت الحالي، خصوصا لأنه إحنا بنعرف الوضع اللي إحنا فيه اللي بنعيشه، والوضع الكورونا خف عدد السياح على البلد، وما في عنا يعني سياح من خارج الوطن إحنا بنحكي، لكن بشكل عام يعني الجولات الداخلية ممكن تكون لأهل البلد نفسهم أو للبلدات المحيطة إنهم يجوا يزوروا الزبابدة، وإحنا طبعا منرحب فيهم ومنرحب في الجميع إنهم يكونوا موجودين عندنا بالزبابدة. يعني احنا برضو حكينا شوي بشكل مختصر عن الواقع التعليمي في بلدة الزبابدة، لكن وجود الجامعة الأمريكية يمكن ساعد في نواحي أخرى بالإضافة إلى الجانب التعليمي. وجود هاي الجامعة خلينا نحكي الفلسطينية في بلدة الزبابدة قديش ساعدت على النواحي الاقتصادية والنواحي الاجتماعية، وأيضا ساهمت في تعزيز مفهوم التعايش اللي أنت ذكرتي أيضا؟ نعم، الجامعة العربية الأمريكية تبعد تقريبا 3 كيلومتر عن بلدة الزبابدة. وجود الجامعة يعني عمل نوع من الازدهار نوعا ما في داخل البلدة، صار في عنا مباني سكنية وصار في عنا محلات تجارية، وصار في اعتماد كبير على حركة الطلاب الوافدين سواء من مناطق الضفة الغربية أو من عرب الداخل، وهذا الإشي كتير منيح، يعني خلق جو من التعايش الحقيقي بين أبناء الوطن الواحد. لكن بجوز شوي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخلينا نقول والصحية خففت من وجود الطلاب داخل البلد في الوقت الحالي، لأنه العمارات عندنا شوي متضررين أصحاب العمارات، وأكيد طبعا متضررين أصحاب المحلات التجارية، لكن احنا يعني وجود طالب في داخل بلد او في داخل قريه هو شعوره بالامان، لانه هو بعيش في قريه جوها حلو، في تعايش، في محبه، في جو عائلي، يعني هو كل حدا جاره بكون يعني اسره، هي اسره، فالشباب بحبوا او طلاب الجامعات بحبوا يعيشوا هاي الاجواء، واحنا طبعا اكيد بنرحب فيهم وكلهم دائما مرحب فيكم بالزبابدة، واهلا وسهلا في الجميع سواء كانوا في عرب الداخل او من طلاب الضفة او القرى المحيطة فينا. طبعا شكرا كثير لك على كل هاي المعلومات استاذة ديانا وعلى هاي الاستضافة ايضا، شكرا. اهلا وسهلا فيك، اهلين، شرفتوا، شكرا. أستاذ رامي دعيبس مدير العلاقات العامة في بلدية الزبابدة، أهلا وسهلا فيك. يعني إذا بدنا نتعرف أكثر على الأماكن الأثرية والمناطق التاريخية الموجودة في بلدة الزبابدة، إذا ممكن تعطينا تعريف عن هاي المناطق الأثرية. من أهم المواقع الأثرية الموجودة في الزبابدة عندنا ثلاث مواقع بتدل على تاريخيتها. الموقع الأول بنسميه الفسيفسائي الموجود في دير اللاتين، وهي ثلاث لوحات فسيفسائية مختلفة بتدل كل لوحة منها على قرن حسب علماء الأثار، وعادة يعني الموجود حسب علماء الأثار من القرون الثاني والثالث والرابع الميلادي. الموقع الأثر الثاني هي موقع يسمى البوبرية. البوبرية هي كلمة تركية
تعني بيت الحاكم، بمعنى كان يستخدمها الحاكم العثماني في الحقبة العثمانية لإدارة المنطقة الموجودين فيها. والموقع الثالث بنسميها عندنا في الزبابدة مغارة الدير. مغارة الدير هي مغارة أثرية كان يحتمي فيها أهالي البلد والمنطقة من أي أخطار يجي على البلد في الماضي. تم ترميمها أو ترميم جزء منها قبل سنتين وفتحه للزوار والسياح اللي اطلعوا على ما هي على ماهية المغارة زي ما كانت. طب احنا يعني نتحدث عن هاي الاماكن التاريخيه او الاثريه، معظمها موجود في البلد القديم ان لم تكن كلها، يعني بالنسبه لاهتمامكم انتم كبلديه في البلد القديم وعمليات الترميم اللي قمتوا فيها في الفتره الاخيره لهي الاماكن الاثريه خاصه؟ في يعني الجزء الترميم هو جزء اصيل من شغل البلديه، لانه حسب ما احنا بنعرف انه البلد القديمه هي البلد اللي كانت فيها الزبابده في التاريخ، وبالتالي يعني فيها حضاره وفيها حياه ومعيشه سابقه هون. هلا كبلدية الزبابدة من يوم ما اجت المجالس البلدية المتعاقبة هي تعمل على هذا الموضوع. طبعا اهم عوائقنا ايجاد المال لشغل الترميم، ولكن قدر الامكان يعني تم ترميم زي ما حكيت لك مغارة الدير بجهود دير اللاتين والمؤسسات الشركة معها. كذلك كان في السابق ترميم جزء من منطقة الفسيفساء او مرحلتين من منطقة الفسيفساء وبقي مرحلة اخيرة، وعندنا مغارة عندنا منطقة البوبرية قدمنا لها أكثر من مشروع بالتعاون مع وزارة السياحة أو عدد المؤسسات إلى الفترة الماضية. وطبعاً بسبب الظروف اللي مرينا فيها الكورونا عملياً جمد كل شيء. بنأمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله إنه نرجع يعني نشتغل في هذا الموضوع. أضف لذلك إنه إحنا في عنا بسبب يعني قرب الجامعة الأمريكية من الزبابدة، الجامعة العربية الأمريكية من الزبابدة، عندنا توجه دائماً كمان لتنشيط السياحة الداخلية مش الاعتماد على السياحة الخارجية. بهذا المجال إحنا قمنا في ترميم الجزء الأكبر من نص البلد كأرضية، وعملناها بأرضية المربع البلاط مش الزفتي. طبعا أسسنا فيها كل مقومات الحياة من كهرباء ومياه وصرف صحي، البنية التحتية كاملة للمنطقة. وحاليا عندنا خلال الأسبوع القادم رح ننزل ما تبقى من البلد القديمة لإعادة الترميم فيها بالكامل. الهدف بدرجة أولى زي ما حكيت لك هو تنشيط السياحة الداخلية، وجعل في نهاية كل أسبوع بدل ما كل الطلاب تروح عند أهليهم نحاول نعمل سياحة عكسية، نخلي الأهالي يجي يزوروا أهليهم يزوروا طلابهم عفوا هون. طبعا مع إيجاد كل مقومات يعني الحركة السياحية في البلد من إيجاد أكشاك للبيع المواد الأثرية والتصنيعات المحلية الموجودة في الزبابدي، يعني من نفخر فيه بالزبابدي مثلا إحنا مصانع الخشب عندنا، يعني معمل خشب بعمل كل اللي بتخيله يعني السائح او الزائر. عندنا مصانع، صح احنا بنحكي بيوت يعني او يعني مشاغل بيتيه، ولكن كمان هي بتعمل مردود للعائله. في عندنا سيراميك، في عندنا زيت، في عندنا بخور، يعني من الامور الاثريه، بالاضافه طبعا للسياحه الريفيه او الزراعه الريفيه الموجودة في الزبابدي. وكمان احنا نفخر بإيجاد يعني أول من زرع الفراولة في المنطقة ونجحت عنا، والفراولة العضوية. وكمان عنا حاليا من 3 سنين اللي هو الأناناس، يعني عنا مزروعات أناناس وكمان عضوية موجودة، بالإضافة لأغلب الورقيات اللي صارت فيها العضوية. حكينا عن موضوع الترميم وايضا حكينا عن موضوع السياحه، لكن هذا العاملين يعني ما بكفوا فقط، بيحتاج لثقافه، خلينا نحكي سواء على مستوى الشعب الفلسطيني او اهل البلده بشكل خاص، بالاهتمام بهي الاماكن الثقافيه والتاريخيه الموجوده فيها. بالنسبه لك كيف بتقيموا انتم كبلديه ثقافه اهل البلد وايضا السياح في الحفاظ على هاي الاماكن التاريخيه والاثريه؟ يعني في البدايه خلينا احكي انه احنا من اجل تدعيم الموقع السياحي للزبابدي، يعني احنا في عنا مهرجانات على مدار السنة، إن كان ليالي رمضان أو إن كان مهرجان الزبابدة الثقافي اللي بنقيمه تقريبا في آخر 8 من كل سنة.
طبعا للاسف السنه ما كانش في اي نشاط، واللي بساعدنا كمان لايجاد سياحه داخليه بالدرجه الاولى بالتعاون مع وزاره السياحه، وحتى في توفير الوفود اللي متواجده بفلسطين من الخارج في تلك الفتره باحضارهم للزبابدي ويتجولوا في الزبابدي. من ناحيه يعني من ناحيه تعامل الوفود او الزوار والسياح واهالي البلد مع هاي الاماكن، يعني الثقافة عالية جدا في الحفاظ على هاي الأماكن، وحتى محاولة تسويقها لما بيرجعوا لبلادهم أو بيرجعوا لزياراتهم. وفي بعض الأحيان تمكننا أنه نعمل تواصل مع بعض المؤسسات في الخارج خاصة من السياحة الخارجية لدعم مثل هيك أماكن أو دعم النشاطات اللي بنقوم فيها في البلد بهذا المجال. طبعا يعني احنا نتحدث هون على الحفاظ على موروث ثقافي وموروث تاريخي، لو نتحدث سواء بشكل خاص بالنسبة للزبابدي والحفاظ على تاريخها، وأيضا بشكل عام الحفاظ على التاريخ الفلسطيني، ما أهمية الحفاظ على مثل الأماكن التاريخية وأيضا يعني إعادة إحيائها بشكل أو بآخر؟ يعني المحافظة عليها بالدرجة الأولى هو الحفاظ على الهوية الفلسطينية، الحفاظ عليها هو الحفاظ على الرواية الفلسطينية بوجودنا على هذه الأرض منذ القدم، وبالتالي واجب كل فلسطيني أنه يعمل على هذا المجال لأنه هاي أرضنا، وبالأخير من واجبنا نحافظ عليها في كل مكان وبكل زمن. طبعا يعني تحدثنا أيضا برضو يمكن بشكل مختصر عن الأماكن الدينية الموجودة في بلدة الزبابدة سواء كنائس أو مساجد، لكن يوجد عدد من الكنائس القديمة جدا يعود تاريخها إلى وقت قديم، يعني حكينا أكثر عن هاي الكنائس التاريخي. في الزبابدي يعني أولى الكنائس تقريبا في 1870 كنيسة الروم الأرثوذكس، يمكن راح ناخذنا في الجولة نورجيكم إياها. في كنيسة اللاتين محل ما احنا متواجدين هون، أول كنيسة كانت في 1883 في غرفة صغيرة، بعدين في 1913 تم تطوير يعني لكنيسة ثانية، بناء كنيسة ثانية، وفي 1972-73 تم بناء الكنيسة الحالية موجودة، وتم ترميمها في 2006 وتوسعتها بالتعاون مع بعض المؤسسات في هذاك الوقت. يعني التواجد أصلا كان الاهتمام في الزبادة بهذا المجال في عدة مجالات، في بعض يعني معنا كنيسة القديس متى الأسقفية كان اهتمامهم في الطب في منذ ذلك الوقت، بحكم أنه البلاد كانت بحالة فقر وبعيدة عن الأماكن الطب، فقاموا بالاهتمام في مجال الطب وتوفير الأطباء، وحاليا يتواجد لهم جزء أو يعني عيادة تابعة للمستشفى الإنجيلي موجودة في الزبابدي من أواخر التسعينات أو أوسط التسعينات لخدمة المواطنين والمواطنين المجاورين، وفيها يعني نقول الأمور الأساسية زائد بعض التخصصات الموجودة اللي بتخدم المواطنين في المجال. يعني هاي بشكل عام خلينا نحكي أخذنا نبذة عن بلدة الزبابدة، لكن أنتوا كأهالي البلدة وأيضا يعني مسؤولين في البلدية، لو في عندكم رسالة بتحبوا تقدموها لبقية الناس اللي بحبوا يجي يزوروا هاي البلدة ويتعرفوا أيضا على تاريخها وعلى الأماكن الأثرية الموجودة فيها؟ يعني أول شيء إحنا رسالتنا في الزبابدة رسالة سلام للجميع، رسالتنا رسالة محبة وأخوة لكل أنحاء العالم، ودائما ندعو الجميع لزيارة الزبابدي، نفخر في الزبابدي زي ما حكينا قبل شوية، نفخر بالزبابدي بالنسيج الوطني والاجتماعي الموجود فيها، وهذا النسيج اللي احنا بنحمله معنا في كل مكان في العالم لنشر دائما السلام والمحبة والأخوة بين الجميع. في المستقبل القريب رح يكون في لنا كمان موقع سياحي بالتعاون مع عدد من البلدات في المحافظة لنشر كل الأماكن التاريخية والدينية وحتى العادات والتقاليد الموجودة في الزبابدي للعالم، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها وحتى حجز زياراتهم عبر مواقع النت مباشرة وترتيبها لاحقا إن شاء الله خلال السنة. طبعا شكرا كثير أستاذ رامي وتوفيق لكم بشكل عام. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. وبهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية جولتنا في بلدة الزبابدة في حلقة جديدة من حافظ التاريخ، وبيكون أيضا تعرفنا على الأماكن التاريخية والسياحية الموجودة فيها. استنونا في حلقات جديدة من بلدات فلسطينية أخرى. إلى اللقاء.